حضرتك انا كنت عربي وكنت عايز اعرف مراجعه العربي الكيمياء انت عشان انا كنت مستنيه بقالي 3 ايام يا حبيبي. طب بيتهيألي في كنترول روم يرد عليك في القصه دي. ما اعرفش هم ميعاد العربي يا جماعه امتى. هو مصطفى بيسال. طب بعد لو مالكش اي اسئله تانية هترجع الكنترول روم هيبلغوك، مش هيقفلوا الخط معاك. حضرتك كنت عايز اعرف اهم الرسومات اللي جايه في العضويه والحاجات المهمه اللي هي جايه في المنهج عشان اعرف اذاكر الحاجات بالظبط، عشان انا خايف جدا من الامتحان. طب بص، اولا يا مصطفى ان شاء الله ما تخافش، شكلك انت كده جميل ومذاكر والدنيا جميله، مش عايزاك تخاف. ربنا يخليك. بص الاول دلوقتي هم قالوا لي ان مراجعه الكيمياء العربي من 8 ل 10 بالليل. ما انا عندي حضرتك من 8 ل 10 بالليل درس كيمياء. لا اله الا الله، دي مشكلتك بقى. طب هنعمل ايه؟ معلش غصب عننا. طب انا هقول لك على حاجه، الاول نمره واحد ما تخافش، خليك على الله، وان شاء الله اللي مع الله مع ربنا كده باذن الله ربنا يكرمه. نمره اثنين، انا بص هقول لك على حاجه، انا ممكن في اخر الحلقه لو معايا وقت هقول كده نقط، بس مش هكذب عليك ما هياش كفايه لان الامتحان محدش فينا بيشوفه. فالنقط الاساسيه في الاورجانيك لازم تذاكر الرسومات، اسماء الاربع رسومات اللي هم بتوع تحضير الميثين، تحضير الايثين، تحضير الديتكشن، الديتكشن بتاع الكربون والهيدروجين. هو بيسال على الرسومات، يبقى هو الاربع رسومات، الديتكشن اوف كربون وهيدروجين، بريبريشن اوف ميثان، ايثين، استيلين. والاستيلين دي رسومات. ذاكر العلماء اللي في الاورجانيك كلهم، كل العلماء اللي موجودين في الاورجانيك، ما تسيبش ولا عالم، لازم تبقى عارف عمل ايه. اخر حاجه في الاورجانيك عشان الاورجانيك كبيره، درس الاستر والكربوكسيليك اسيد تذاكرهم من الجلده للجلده، درس الاستر والاحماض العضويه. تمام. وتقرا اكسده الكحولات. تمام ماشي. ده كده الاورجانيك. الحاجات المهمه طبعا. الحاجات المهمه. لكن طبعا اللي بيذاكر من الجلده للجلده دي، يعني دي قبل ما تنام كده، قبل ما تحط راسك على المخده تكون بصيت على اللي انا قلت لك عليه دي. الاربع ان شاء الله. الاربع رسومات، العلماء، اكسده الكحولات، درس الاحماض العضويه كله، ودرس الاستر. تمام. ده الاورجانيك. عايز حاجة تانية في الشباتر التانية ولا شابتر الأورجانيك بس؟ طب الباب الأول هيجي طبعا منه حاجات طبعا طبعا هو بس قبل ما تنام ذاكر الاستخدامات بتاعت العناصر الانتقالية، وذاكر اللي هم اللي اسمهم ايه، الألوي اللي هم السبايك، وبص على معادلات الحديد. وطبعا الفرن العالي والفرن المدري الكلام ده طبعا هيجي عليه أسئلة. ماشي. حاجة تانية؟ لا تستنى حضرتك. شكرا. ماشي. واستنى بقى، حاول بقى خليهم يسجلوا لك المراجعه بتاعت من 8 ل 10 دي وانت بره. ان شاء الله. ماشي. سلام. ربنا يوفقك يا مصطفى وما تخافش، خليك مع الله كده واعمل اللي عليك. سلام.